مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، لسه مكملين اكيد لقاءاتنا مع حضراتكم في حفل اهلي استثنائي. معايا طبعا النجم كابتن شطه، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، منورني طبعا، مبسوط ان حضرتك معايا النهارده. النهارده كده يعني الحفل بعنوان اهلي استثنائي، كلمني كده اول ما دخلت يا كابتن، يعني حسيت بايه؟ انا حقيقه انا متابع الحفله دي من بدري، انه طبعا دي من الحفلات اللي هي تعتبر من اكبر حفلات النادي الاهلي بيحقق فيها بطولات بهذا الشكل. احنا حضرنا عشرات البطولات قبل كده، لكن هذا اليوم يوم مشهود جدا انك تحتفل بعدد من البطولات فاقت كل البطولات الحقيقه اللي اتعملت قبل كده. وانا بحيي كل الحقيقه الالعاب المختلفه وطبعا كره القدم بالذات اللي حققت الحقيقه انجاز غير مسبوق، وحقيقه بحيي كل الحقيقه المسؤولين عن هذا الانجاز، مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ورجالته، الاداره التنفيذيه، كل من قام بهذا الانجاز الضخم، اللاعبين، المدربين، الاجهزه الفنيه، كلنا كجماهير وكلاعيبه سابقين. ودي حاجه حقيقه بتوري ان النادي الاهلي ده نادي يعني بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا، بيحمل كل من يحمل شعاره وكل من يلبس حقيقه الفانيله بتاعته ان يتحمل مسؤوليه كبيره جدا، انه ده نادي بطولات، نادي بيوري للتاريخ انه هو نادي البطولات. وحقيقه احنا كلنا حريصين على انه ساند هذا النادي. انا حقيقه في اكاديميه النادي الاهلي اي حاجه بيحتاج لها القطاع والقطاع بيحتاج لها الفريق الاول بتلاقي هناك مسانده مستمره، ودي طبعا حقيقه سياسه النادي الاهلي من زمان تعلمناها حقيقه في ظل وجود حقيقه قيادات يعني حقيقه كبيره جدا في النادي الاهلي بتساعدنا في هذا الامر. كابتن شطه، الحقيقه يعني نادي الاهلي يعني كره القدم او الالعاب الاخرى شهد الحقيقه موسم بالفعل استثنائي وناجح ومميز جدا، كلمني طبعا عايز اعرف راي حضرتك في الموسم اللي فات، وكلمني اكيد عن استعداداتكم كمان في اكاديميه النادي الاهلي. والله انا هتكلم طبعا عن النادي الاهلي، الحقيقه كابتن محمود الخطيب قال كلمه قويه جدا، يعني يجب كل واحد حقيقه مسؤول في النادي الاهلي خصوصا في القطاعات المختلفه الرياضيه عموما، يعني ان الحقيقه الموسم اللي جاي هيبقى صعب جدا، لانك يعني هتتحملي مسؤوليه كبيره جدا انك انت عايزه تحققي على الاقل هذا القدر الكبير من البطولات اذا ما كانتش اكثر. فحقيقه قالك المواسم اللي جايه صعبه جدا، وانا بؤكد على كلامه لانه الحقيقه المسؤوليه بتزيد وكل واحد في مكانه لازم يعمل كل ما عنده. وانا بقول يعني حقيقه مستر كورر حقيقه برضه عليه مسؤوليه كبيره جدا، وعارف قد ايه الضغوط اللي هتبقى عليه عشان يحقق المزيد خصوصا في بطوله كاس العالم للانديه، وانا متاكد انه حقيقه اللاعبين على قدر كبير من المسؤوليه انه يحققوا هذا الامر. وانا حقيقه من خلال عملي في الاكاديميه، احنا الحقيقه عدد الاكاديميات تخطى ال 24 اكاديميه على مختلف يعني محافظات مصر، ودي اول في انجاز لم يحدث من قبل. عدد اللاعبين تخطوا ال 10,000 لاعب، هي التجمع الخامس الان في النادي الاهلي فتح، واصبحت الحقيقه عندنا صرح كبير جدا غير الشيخ زايد وغير مدينه نصر وغير الجزيره، عندنا الان التجمع الخامس مع مدينه نصر، اكبر صرحين موجودين فيهم اكاديميات مع الشيخ زايد. فانا بحيي كل القائمين على ذلك، وبهني مجلس اداره النادي الاهلي على انجاح هذه الاكاديميات المختلفه لانها ساعدت اكثر من مئات اللاعبين لمختلف الانديه والنادي الاهلي. كابتن شطه بشكرك طبعا، ونورتنا شكرا. ده كان لقائنا طبعا مع النجم كابتن شطه، مكملين اكيد لقاءاتنا معاكم، وعوده لكم مره ثانيه.